بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، اليوم أقف أمامكم للمرة الأخيرة بزي العسكري، بعد أن قررت إنهاء خدمتي كقائد عام للقوات المسلحة وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي. أنا قضيت عمري كله جندي في خدمة الوطن وفي تطلعاته وآماله، وسأستمر إن شاء الله. اللحظة دي لحظة مهمة جدا بالنسبة لي. أول مرة لبست فيها الزي العسكري كان سنة 1970، كنت طالب في الثانوية الجوية عمره 15 سنة، يعني من حوالي 45 سنة، وأنا بتشرف بارتداء هذا الزي للدفاع عن الوطن. والنهاردة أنا بترك هذا الزي أيضا من أجل الدفاع عن الوطن. السنوات الأخيرة من عمر الوطن أكدت أن مفيش حد يستطيع أن يصبح رئيسا لهذه البلاد دون إرادة الشعب وتأييده. لا يمكن على الإطلاق أن يجبر أحد المصريين على انتخاب رئيس مش عايزينه. الموضوع ده انتهى خلاص. لذلك أنا وبكل تواضع أتقدم لكم معلنا اعتزامي الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية. تأييدكم هو اللي هيمنحني هذا الشرف العظيم. أنا أقف أمامكم مباشرة لكي أتحدث معكم حديثا من القلب زي ما تعودنا، عشان أقول أنني أمتثل لنداء جماهير واسعة من الشعب المصري طلبت مني التقدم لنيل هذا الشرف. أنا بعتبر نفسي كما كنت دائما جنديا مكلفا بخدمة الوطن. أي موقع تأمر به جماهير الشعب هكون موجود فيه. من اللحظة الأولى عايز أكون أمين معاكم كما كنت دائما، وأمينا مع الوطن، وأمينا مع نفسي. نحن المصريين لدينا مهمة شديدة الصعوبة، ثقيلة التكاليف. الحقائق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية في مصر، سواء اللي كان قبل ثورة 25 يناير أو اللي تفاقم بعدها حتى ثورة 30 يونيو، وصل إلى حد لابد أن يكون فيه مواجهة أمينة وشجاعة لهذه التحديات. عايزين نكون صادقين مع أنفسنا. بلدنا مصر بتواجه تحديات كبيرة وضخمة، واقتصادنا ضعيف، في ملايين من الشباب بيعانوا من البطالة ومفيش ليهم عمل في مصر. ده أمر غير مقبول. كمان في ملايين من المصريين بيعانوا من المرض ولا يجدوا علاجا مناسبا. ده أمر آخر غير مقبول. مصر البلد الغنية بمواردها وبشعبها بتعتمد على الإعانات والمساعدات. ده أمر غير مقبول. المصريين يستحقوا حياة أفضل من كده. يستحقوا أنهم يعيشوا بكرامة ويعيشوا بأمن ويعيشوا بحرية، ويكون لهم الحق في الحصول على العمل والغذاء والتعليم والعلاج والمسكن. كل ده لازم يكون في متناول ايد كل المصريين. احنا امامنا كلنا كمصريين مهام عسيرة، لابد من اعادة بناء جهاز الدولة. القضية دي لابد نواجهها بكل هذا الجهاز.
قدرته يصبح واحد. عجلة الإنتاج يجب أن تعود إلى الدوران في كافة قطاعات الدولة بكل قوة، ده لإنقاذ الوطن من مخاطر حقيقية بيمر بيها. لابد من إعادة ملامح الدولة وهيبتها، أصابها الكتير خلال الفترة الماضية. مهمتنا استعادة مصر وبنائها، مهمتنا استعادة مصر وبنائها. ما شهدناه خلال السنوات الأخيرة سواء على الساحة السياسية أو الإعلامية داخليا أو خارجيا جعلت من هذا الوطن في بعض الأحيان أرض مستباحة للبعض. آن الأوان أن يتوقف هذا الاستهتار وهذا العبث. هذا بلد له احترامه وله هيبته، هذا بلد له احترامه وله هيبته، ويجب أن يعلم الجميع أن دي لحظة فارقة. الاستهتار في حق مصر مغامرة لها عواقب ولها حساب. مصر ليست ملعبا لطرف داخلي أو إقليمي أو دولي، ولن تكون. نحن لا نتدخل في شؤون الآخرين ولن نسمح للآخرين بالتدخل في شؤوننا. أنا بعتقد أن إنجاز برنامج خريطة المستقبل اللي وضعتها القوى الوطنية الأصيلة كان المهمة العاجلة أمامنا، وعلى طريق تنفيذ هذه المهمة نجحنا بحمد الله في وضع الدستور، ونحن الآن نتخذ الخطوة الثانية بإجراء الانتخابات الرئاسية التي يعقبها الانتخابات البرلمانية بإذن الله. عايز أؤكد أن اعتزام الترشح لا يصح ولا يجوز أن يحجب حق الغير، وواجبه إذا رأى لديه الأهلية أهلية التقدم للمسؤولية. هيسعدني أن ينجح أيا من يختار ويحاخبين. أنا بدعو شركاء الوطن أن يدركوا أننا جميعا أبناء مصر نمضي في قارب واحد، نرجو له أن يرسو على شاطئ النجاة. لن يكون لنا حسابات شخصية نصفيها أو صراعات مرحلية نمضي وراءها. نحن نريد الوطن لكل أبنائه دون إقصاء أو استثناء أو تفرقة. نمد أيدينا للجميع في الداخل وفي الخارج، معلنين أن أي مصري أو مصرية لم تتم إدانته بالقانون، القانون الذي نخضع له جميعا، هو شريك فاعل في المستقبل بلا حدود وبلا قيود. رغم كل الصعاب التي يمر بها الوطن، أنا بقف أمامكم وليس بي ذرة يأس أو شك، بل كلي أمل في الله وفي إرادتكم القوية لتغيير مصر إلى الأفضل والدفع بها إلى مكانها الذي تستحق بين أمم المتقدمة. حققتم بإرادة القوة السياسية وقوات المسلحة هما اللذان أزاح النظامين السابقين، ولكن أنتم الشعب، إرادة الشعب هي التي نجحت في ذلك. الإرادة المصرية عظيمة، نحن نعرفها وشهدناها، ولكن يجب علينا أن ندرك أنه سوف يكون محتم علينا أن نبذل جميعا أقصى الجهد لتجاوز الصعوبات التي تواجهنا في المستقبل. صناعة المستقبل هي عمل مشترك. صناعة المستقبل هي عمل مشترك، هي عقد بين الحاكم وبين شعبه. الحاكم مسؤول عن دوره وملتزم به أمام الله وأمام شعبه. كل الأمانة، كل الإخلاص،
كل الشرف، كل الوطنية، لكن كمان الشعب أيضا عليه التزامات من العمل والجهد والصبر. لن ينجح الحاكم بمفرده، بل سينجح بشعبه وبالعمل المشترك معه. الشعب المصري كله يعلم أنه من الممكن تحقيق انتصارات كبيرة لأنه حققها من قبل، ولكن إرادتنا ورغبتنا في الانتصار لابد أن تقترن بالعمل الجاد. القدرات والموهبة التي يتمتع بها الشعب المصري منذ 7000 سنة يجب أن تتحالف مع العمل الجاد. العمل الجاد والمخلص من أجل الوطن هو السمة المميزة للدول الناجحة، الدول المتقدمة، وسوف يكون العمل الشاق مطلوبا من كل مصري ومن كل مصرية، مطلوب من كل مصري ومصرية بذل كل الجهد في العمل. أنا هكون أول من يقدم الجهد والعرق دون حدود من أجل مستقبل مصر تستحقه. الوقت ده وقت الاصطفاف عشان خاطر بلدنا، عشان خاطر مصر. أنا عايز أصارحكم والظروف كما ترون وتقدرون. أنا لن يكون لدي حملة انتخابية بالصورة التقليدية، لكن بالتأكيد، وده من حقكم أن تعرفوا شكل المستقبل كما أتصوره، شكل المستقبل زي ما أنا شايفه، وده هيكون من خلال برنامج انتخابي ورؤية واضحة تسعى وتهدف لقيام دولة مصرية ديمقراطية حديثة. الرؤية والبرنامج هيتم طرحهم بمجرد سماح اللجنة العليا للانتخابات بذلك. لكن اسمحوا لي ان ده يتم بدون إسراف، ويتم بدون إنفاق، بدون إسراف في الإنفاق، وبدون إسراف في الممارسات. أنا شايف إن ده مش ملائم للظروف الحالية. نحن مهددون من الإرهابيين من قبل أطراف تسعى لتدمير حياتنا، تدمير سلامنا، تدمير أمننا. صحيح النهاردة آخر يوم لي بالزي العسكري، لكنني سأظل أحارب كل يوم من أجل مصر الخالية من الخوف، من أجل مصر الخالية من الفزع والإرهاب. مش مصر بس، بل المنطقة بأكملها إن شاء الله. أنا قلت قبل كده وبكررها، نموت أحسن ولا يروع المصريين. اسمحوا لي ان انا اتحدث معاكم عن الامل، والامل هو نتاج العمل الجاد. الامل هو الامان، هو الاستقرار، الحلم. الامل هو الحلم بان نقود مصر لتكون في مقدمه الدول وتعود لعهدها قويه قادره مؤثره تعلم العالم كما علمته من قبل. أنا لا أستطيع أن أقدم المعجزات، بل أقدم العمل الشاق والجهد وإنكار الذات وبلا حدود. إذا ما أتيح لي شرف القيادة، أنا أعدكم بأننا نستطيع معا شعبا وقيادة أن نحقق لمصر الاستقرار والأمان والأمل. نستطيع معا شعبا وقيادة أن نحقق لمصر الاستقرار والأمان والأمل بإذن الله. حفظ الله مصر وحفظ شعبها العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.